حبتين دجاج، طماطم معصورة، زيت، جزر، بطاطا، زبيب، بصل، ومعجون طماطم، صلصة، البهارات، ملح وهيل وفلفل أسود وقرفة وقرنفل وكمون. نحمي الزيت الآن شوية حتى نقلي الدجاج. الآن نحط الدجاج نقليه. نحط البصل عشان نكشنه. نقطع شوية. الطماطم الآن معصورة. الملح والهيل والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل والكمون. الطماطم الآن نحط الدجاج الثانية نصف الكفة. ننتظر الآن الدجاج الثالث ينقلي حتى إنه تكون فك واحد تستوي لما نحطها في المرقة. قرع هذا ولا؟ أضفنا للبطاطس شوية قرع. نحط الدجاج القدر يتسبك ويتشرب. خمس دقائق قبل ما يتشرب قبل ما نشيله مرة ثانية. الآن نضيف البطاطا، وأنا أضفت من عندي القرع شوية مشتهيه. والآن نغطيه شوية. نحط الدجاج القدر يتسبك ويتشرب.
خمس دقائق قبل ما يتشرب قبل ما تشيله مرة ثانية. الآن نضيف البطاطا، وأنا أضفت من عندي القرع شوية مشتهيه. الآن نغطيه شوية، ننتظر الآن لربع ساعة بإذن الله. المشاهي نشيل الدجاج والبطاطا واللي وضعناه كله إن شاء الله، نعجنه مرة ثانية. نشيل كل الأشياء مع هذا الفلفل نخليه. كده خلص. الآن نحط الرز إن شاء الله بعد ما رجعنا. بسم الله. نشوف نحطه فرش كده كامل ونخليه مفتوح القدر لين ما يقرب ينشف، نرجع الأغراض كلها مرة ثانية. هذه مرة ثانية عليها إن شاء الله، بس ولا ينشف شوي. بدأت تجف المياه إن شاء الله، بعد شوي نحط إن شاء الله، نرجع الدجاج والحشو الآخر إن شاء الله. الدجاج مرة ثانية. شوف كيف استوى، كيف يقطع. نحط الآن الزبيب والحشو الأخير فيها. ثم الدجاج عشان نرجع مرة ثانية إن شاء الله. عشان ما يتكسر بس الدجاج. ما شاء الله تبارك الله، شغل تمام.
شكل رز ما شاء الله، فلفل. نغرف الرز ريحة خطيرة ما شاء الله، الآن على وشك إن شاء الله الرز. الدجاج من كثر ما هو مستوي تفتح كذا، الآن بس ليش الزبيب البطاطا الفقع عليه كمان. الجزر خلينا والزبيب الوسط عشان لي ما ناكل هذه الاشياء براحته ان شاء الله. الله يحييكم، هذه كبسه الفاريه مع بعض التعديلات على طريقه امي. حياكم الله، هذا الفطور حقنا اليوم.